إلى في أحد صريحاتك في أحد الحصص قلتي فيها باللي الإنسان ما رجعش يقدر يشوف تلفزيون في رمضان مع دارهم. في رمضان؟ لا لا، في مش رمضان، في رمضان ولا في سائر الأيام. في سائر الأيام الأخرى. شوف خويا أيمن، نهضروا شي نفهموا بزاف. تقول تلفزيون دوك انت برا، كي تخرج برا مع الأم تاعك المسؤوليه تولي عليك انت، واش راح تشوف انت ويماك برا. لكن المشاهد كي يجيبك لدارو ويشعل التلفزيون، راك في الحرمه تاع دارو. صافي، الممثل ولا الممثله لازم يحترموا المشاهد. اكو داخلين الحرمه تاع السيد، اكو داخلين لدارو قدام مرته، قدام بناته، قدام ولاده. ما ننساوش باللي احنا مجتمع جزائري محافظ، تلقاه مهبول بصح محافظ، كل حاجه في بلاصتها. راح يدخلك قدام نسابه، ما نغلطوش رواحنا. احنا ولينا في خطا كبير. ولا دوك احنا نقدر نقول لك، انا زمان كانوا كيحبوا يديروا الكاستينغ، يروح للمسرح يجيب صحاب المسرح، كل واحد والميدان تاعو. انا مثلا ما نقدرش نروح للطبيب ونقول له هاك رقع لي صباط، وما نقدرش نروح عند الاسكافي اللي هو الكوردوني نقول له دير لي اوبيراسيون على عين السيد.